يا جماعة عاملين ايه؟ اللهم صل وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. معاكم انا تنصلي قناة منزلية بسيطة ونيكة. هنعمل النهاردة مع بعضينا الملوخية الخضراء اهو، دي الفراخ بتاعتها طبعا، احنا النعناع والليمون اهو والحاجة طبعا اهي. يا جماعة على النار البصل طبعا والورق اللولي والمستكة والحبهان. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، عشان الملوخية بتاعتنا طبعا هنعمل ايه؟ الفراخنا طبعا انتوا عارفين على قد ايه اللي موجود في البيت، ولو باتت مش هيتخسر. ورجعنا لكم تاني يا جماعه، هنا معانا بدنجان مقطوع كده مكعبات، ومعانا فلفلايه الوان، ومعايا طبعا البصله بتاعتنا، بصلتين حلوين كده اهو تحت اهو باين، وبننزل عليها طماطمتين مبشورين. بسم الله الرحمن الرحيم طبعا انتوا عارفين البدنجان ده بينزل لتحت يعني. هنحط بقى الفلفل الاسود والملح بتاعنا ومعلقه الزبده، وهنحطه على النار دلوقتي. نايف نايف اه كله، والملح بتاعنا اهو، ومعلقه الزبده اهو يا جماعه، البدنجان والبصل وفلفل الوان والملح والفلفل والزبده بتاعتنا والسمنه، وهنغطي بقى عليه كده يا جماعه. يا جماعه الفراخ بتاعتنا شغاله اهي، نقلبها طبعا على الناحيه الثانيه اهي. هنا بقى يا جماعه زي ما احنا شايفين البدنجان بتاعنا نايف نايف اه، نايف نايف اهو اهو، لسه طبعا بيستوى زي ما احنا شايفين، جميل قوي وخفيف على المعده. رجعنا لكم تاني يا جماعة، هنعمل مع بعضينا الطماطم المملحة. المكونات ما عندنا هنا مع زي كده 3 فصوص ثوم والملح والكمون والشطة، وعندنا كده فرعين من الشبت وفرعين من البقدونس. كل التتبيلة دي كلها اللي انا بقول لكم عليها بتقلب مع بعضيها زي ما احنا شايفينها كده، وبنبتدي بأمر الله ونحشي. دول مقدار طماطمتين، اللي عايز طبعا يكتر يكتر. بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما احنا شايفينها كده جميله. واللي عايز يقلل من الثوم، اللي مش بيحب الثوم نكهه ده عاليه فيه يقلل طبعا، دي بترجع لكم. رجعنا لكم تاني يا جماعه، بنعصر عليها الليمونه تديها كمان طعم احلى واحلى اهو، وشويه خل صغيرين. انا عامله على قد الانفار اللي عندي طبعا، حسب الانفار اللي عندكم تبقى طعمها جميل قوي. ومع الفلافل بقى انسوا يا جماعه والله، مش مع اي حاجه اهو، مع اي طبيخ، بس مع الفلافل كمان بتبقى طعمها اهو يا جماعه. الباذنجان استوى بقى جميل اهو، منتج جميل. ننزله بقى، رجعنا لكم تاني يا جماعه، هنعمل مع بعضنا ان شاء الله شوربه لسان العصفور. معلقه زبده معانا، وعليها حبة فلفل اسمر تدي نكهة حلوة كده للأكل. حطي طبعا ملح عشان شربتي فيها ملح، بس حطي بقى ايه شوية لسان عصفور على قد برضه الكمية بتاعتك. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمر بقى ونرجع لكم. ايه يا جماعة، حمرنا المكرونة شكلها جميل معانا، بنوطي عليها طبعا شوية لأن الشوربة عندنا سخنة، وبنوطي شوربتنا طبعا جاهزه اهي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعه، ورجعنا لكم تاني يا جماعه، بنعمل الملوخيه الخضراء اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعه خضره وجميله اهي، شايفينها بقى يا جماعه خضره وحلوه اهي اهي، بس كده فكناها طبعا من بعضيها. بسم الله الرحمن الرحيم، مكان ما حمرنا بقى الفراخ بتاعتنا، هوطي عليها بس شويه كده وهرجع للملوخيه تاني عشان عايزه اشيل الريمه
شاطرين مع الوش دول لازم يشالوا القماشة بتبقى حلوة أوي. رجعنا لكم تاني يا جماعه. الاكل اهو الملوخيه الخضراء، ده البدنجان ابو صلصه اللي هو نايفناي، والملوخيه الخضراء اللي عملناها مع بعضينا، ودي السلطه طبعا، والرز ابو شعريه والفراخ المحمره، وفي عندنا الشوربه لسان العصفور اهي، والعيش طبعا بتاعنا موجود. السلام عليكم يا جماعه، ما تنسوش بقى الاشتراكات واللايكات وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من قناه النسوسو. سلامه زليبه ستوره.